يا مازن تعال. سم استاذ. بسألك، أنت مازن عبد الرحمن اللي كنت في مدرسة الهمم؟ إيه استاذ. ما شاء الله ما شاء الله، أعتقد كنت الهداف العام أو اللي قبله. كنت هداف قبل العام استاذ. ما شاء الله. طب اسمعني يا مازن، بصراحة أنا أبغى أضمك الفريق، أنا محتاج واحد فنان وهداف، وش رأيك؟ طيب شوف، أنا راح أفكر وشاور الأهل وإن شاء الله برد لك، لا تخاف. طيب ما في مشكلة، أجل على ما تفكر عندي ورقة في المكتب، ورقة الانضمام. سلمها الوالد وفكر وعطني خبر. على خير إن شاء الله. يلا مشينا المكتب. مشاري مشاري، تخيل دخل مازن الفريق وسحب علي. إيش؟ مازن دخل الفريق؟ ما أدري عنه، سمعت يقول له تعال خذ ورقة الانضمام المكتب. بس يلا، وش رايك بالانحيازية وعدم العدل بين الطلاب؟ هيا خذ لك، ترك السؤال بدون إجابة وانسحب عليك المرة الثانية يا علاوي. صم بقى ما اسحب علي، ما أقول لا أضاعوني، وأي فتى أضاعوا. طيب هذه ورقة تقديم يا مازن، وإن شاء الله تكون إضافة قوية للفريق بإذن الله. يلا أنا أدريك ستان. الله يحفظك. لا لا مازن معروف، إيه هو أخذ الهداف الظاهر السنة الماضية في مدارس الهمم، وفجأة تفاجأت إلا هو في مدرستنا. إلى أنا عموما عرضت عليه وإن شاء الله يكون إضافة قوية للفريق. دعواتك إنه يوافق. طيب أبكلمك أنا زين. يلا يلا. أهلا أسعد. شاري شو عندك؟ بس كنت أبي أسألك عن فريق المدرسة هذه السنة، هل راح نكون نفس مراكزنا ولا راح نتغير؟ بدري على هالكلام يا مشاري، لا جا وقتها بعلمكم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. يبا لو سمحت، هذه التدريبات النهائية وهذه المباراة الختامية، لو سمحت. قلت لك انسى الكورة، أنا فاضي لك في هالكورة، أوديك وأجيب لك. يا أخوي اتركنا من هالسالفة، خلاص. يا يبا هذه آخر مباراة في الدوري، بعدين هذا شغفي. أي شغف يا خرابيط، هذا ما وراه فوز، ركز في دروسك وأبرك لك من هالسوالف الغالية. يبا لو سمحت. أنا كلمة، أقول رص، ترك أشغلتني في هالسالفة. هلا، هلا وغلا، يلا عيل. وين الناس؟ سمعت عني؟ لا 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 ما عندي شيء ما عندي شيء، حياك أي وقت. محتار يا جدي، ودي وما ودي. ودك ما ودك وشو فيه؟ دخول أكاديمية كرة القدم. يا ولدي مو هم بتحبها، مو شيء تحبه، اللي تحبه ادخل فيه ولا توقع على الله، اعتمد رح. بس خايف إني أخذلهم زي ما خذلتهم في المرة اللي راحت. يا ولدي ذيك الأيام راحت، إذا كان طلع منك تقصير ذيك الأيام خلى أنسى. أنا أمك علمتني وقالت لي وش اللي صاير، وسبه أبوك الله يهديه. الحين أنت عاجبك اعتمد توكل على الله. يعني برأيك أوافق؟ يا ولدي أنت أسد، غمض عيونك. ها أمت. ومبروك، هذا توقيع رح. بس جدي شو الحركات؟ رح بس توكل على الله، خليك تنبسط بس، بيض وجينا ورفع راسنا. الله يطول في عمرك يا جدي. عمرك يا بعدهم. يلا